خليني أسأل سيادتك سؤال، وده تقريبا كنا عاملين حلقة عن مريض السكر في رمضان، وتحدثوا بعض المشاهدين تكلموا مع الدكاترة، فالدكاترة قالوا مثلا النوع الأول يفطر ما فيهاش فصال لأنه ما عندوش أنسولين من أصله، والنوع الثاني 1 2 3 4، وفي الأخير قالوا أن الفتوى هنا للطبيب وليس للشيخ. دلوقتي هو عايز يتفلت من هذا، الدكتور قال له ما تصومش، الصوم خطر عليك، لكن هو عنده أشواق انه يصوم، وعنده رغبات حقيقية انه يصوم، وعنده عزم اكيد على الصيام، ماذا يفعل؟ بلا شك ان الشريعة مبنية على التيسير، وان القرآن الكريم عندما اتى بقول الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كانت هذه الآية ضمن آيات الصوم. هذه فيها دلالة أن تكامل اليسر يقتضي من الإنسان أن يراعي حال هذا الإنسان الصائم. الفيصل في هذه المسألة هو التقرير الطبي، الطبيب هو الذي يدله، يسمع كلام الطبيب. إحنا هنقول له والله لو الطبيب أخبرك بأن أنت الصوم لا يتأثر به السكر ولا يتأثر به الجسد، يعني السكر لسه في بداياته، والطبيب قال ما فيش إشكال من ناحية الصوم، يبقى إذا في هذه الحالة يصوم، نعم الصوم واجب عليه. لكن لو الطبيب ارتقى شوية وقال لا، إذا وصلنا إلى درجة أن الصوم سيؤثر تأثيرا بليغا على مريض السكر، هيخلي الجسد يحدث يعني فيه يصيبه ضرر. ايوه، ما قد يؤدي للغيبوبه مثلا. احنا ما وصلناش للغيبوبه، الغيبوبه دي قد في مرحله ثالثه، مستوى ثاني، لكن ديت في الحقيقه لا، هنا في هذه الحاله ما دام احنا ارتقينا في اثر الصوم انه يرتب ضررا، في هذه الحاله الانسان يفطر. عظيم. يعني اذا الصوم رتب ضررا صحيا بمعرفة الطبيب يفطر. لو ارتقى أكثر يحرم الصوم، لو وجدنا أن الصوم سيؤدي إلى الموت. أنت سيادتك هنا بتقسمها درجات من ناحية الحرمانية. نعم. في بعض الحالات قد يكون الصوم كان يأثم الإنسان كمان. لو صام يأثم لو صام، إذا كان الصوم بشهادة الطبيب سيؤدي إلى الوفاة أو إلى الغيبوبة أو إلى الغيبوبة أثر. لا، إذا في هذه الحالة ده أنت أيها الإنسان المريض، أنت في هذه الحالة مثاب في الفطر، يعني عندما يتناول المواد التي تؤدي إلى الفطر يعني ما يصومش، هو مثاب في الحقيقة. لماذا؟ يعني يؤجر على الفطر ويؤثم على الصوم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال له يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا تكليف بالصوم. إذا كان هذا الصوم في وضعه الطبيعي الذي لا يؤثر على شيء، طب فإن كان سيؤدي هذا الصوم المفروض سيؤدي إلى هلاك النفس، الله سبحانه وتعالى كلفني في آية أخرى وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما في آية ثانية. إذن أنا كإنسان مسلم بأنتقل من تكليف إلى تكليف، وما دام انتقلت من تكليف إلى تكليف بالمعايير الطبية والمعايير الشرعية، في هذه الحالة أنا مثاب هنا عندما ألتزم هنا، وأنا مثاب هنا ألتزم هنا. يعني هنا أنت سيادتك يعني بتقول يؤجر على فطره الذي كان الصيام قد يؤدي إلى، نعم، لأنه حافظ على نفسه. بالضبط. لأن المحافظة على النفس مقصد شرعي من مقاصد الشريعة. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني لما بعض الصحابة بيقولوا له في عام الطاعون نروح ولا يعني نحجز الناس في مكان وما ندخلش عليهم ولا هم يخرجون، من أصيب بالطاعون لا ينبغي عليه أن يخرج من الحيز الذي يعيش فيه ولا يدخل أحد عليهم، فقالوا له يعني أنت بتفر من قدر الله لو دخلنا، يعني ما هو قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قال لا، نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. فنحن دائما في التكليف الشرعي. أيوة. في حالة الصوم
في أداء التكليف: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وعندما نعجز عن الصوم أو سيرتب الصوم علينا ضرر كبير: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ففي تكليف آخر. طيب ده برضو بيسألني سؤال مهم قوي: مع أول يوم في رمضان هل نفطر على المدفع ولا على الأذان؟ نفطر بدخول الوقت، يعني طبعا بطبيعة الحال الآن